في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة بعد مرور سنوات على فقدانهم. مغيبو العراق بذمة من؟ قم معنا. مغيبون ومفقودون والاختفاء القسري، مسميات كثيرة والطريق أو النتيجة واحدة. البعض راح يتساءل بأن بعد مرور سنوات، وخصوصا بأن الأعداد أو بالآلاف المتزايدة، وتحديدا ما بعد عام 2014، ما بين اعتقال، ما بين تغييب، ما بين الاختفاء القسري الذي يتم عنده أيضا اختطاف أو سجن أو من قبل دولة أو من قبل جهة أو من قبل أحزاب، وبالتالي تاهت المسميات والجهات على المواطن في البحث عن ذويهم، في البحث عن أبنائهم، والرفض بمعرفة مصير الأشخاص. قد يكون الشخص أيضا خارج أو خارج مكان حماية القانون، وأيضا جريمة بحق الإنسانية وجريمة ضد الإنسان العراقي الذي واجه ويمن المشاكل والحالات وتمارس لسنوات بدون الكشف عن مصيرهم. ما زال الإصرار وأيضا المطالبة مستمرة بالرغم من مرور سنوات على اعتقالهم أو فقدانهم أو على اختفائهم أو مجهول المصير، وأيا كانت المسميات، في سبيل معرفة مصير أبنائهم في أي جهة، إذا كانت بجهة كانت خارج حماية القانون أو في أحد السجون أو في أحد المستشفيات أو يعني في أي جهة كانت. ملف حد هذه اللحظة، متى محل هذا الملف أو غلقة أو معرفة مصير الآلاف المؤلفة من العراقيين المغيبين أو المفقودين، وبالمقابل معاقبة مرتكبي هذه الجريمة. اليوم بعض المواطنين بربط مع هذا الملف، بعد خروج أيضا أو خسارة العراق لمقعد في مجلس حقوق الإنسان، البعض أيضا يتساءل ونتساءل أين الإنسانية اليوم في العراق في هذه الآلاف المؤلفة المغيبة والمفقودة. هل نحن اليوم بحاجة إلى مجلس لأيضا للتعامل بإنسانية ما بين إذا كان كمواطنين أو ما بين الحكومة وما بين الشعب؟ هل الإنسانية تدرس في مدارس أم هل الإنسانية حبوب أو أدوية أو حتى كعلاج حتى نعلم الإنسان الإنسانية في تعامله مع الغير؟ هواية حالات من التعامل الإنسان شفناه خلال الأيام القليلة الماضية بأنه المواطن قدم كل ما يملك بإنسانية، بحبه لهذا الوطن، بحبه لشعبه، لمدينته، لبلده، حتى يكون أفضل. فبالتالي اليوم أهالي ذوي المفقودين يتساءلون بأن أولادنا بذمة من؟ متى يغلق هذا الملف؟ ومتى يتم الكشف عن مجهولية المصير؟ ومتى يتم محاسبة أو معاقبة مرتكبي هذه الجريمة طيلة السنوات الماضية؟ فاصل من بعدها نكمل. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من جديد، وننوه في بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة المرفق في صفحة أغلبية صامتة، وأيضا عبر تويتر. كذلك مشاهدينا الكرام بإمكانكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا بإرسال آراءكم ومقترحاتكم والصور ومقاطع الفيديو بالتواصل عبر التليجرام، وبإمكانكم مشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة تلفزيون الشرقية، والتعليق على عنوان أو على محور الحلقة أيضا من خلال البث المباشر. مغيبو العراق بذمة من؟ سؤال يطرح طيلة السنوات الماضية، والأعداد تزايدت والمعاناة تفاقمت ما بعد عام 2014، خصوصا في المناطق
التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وما بعد التحرير أرقام مخيفة وكثيرة لآلاف مؤلفة من المفقودين والمغيبين في عموم العراق، وبالأخص قد يكون العدد يزداد في المحافظات العراقية. سمعنا مناشدات وسمعنا أيضا يعني البعض مخل مكان، مخل مركز، مخل محكمة، مخل معتقل، أو عفوا مخل سجن بالعراق إذا ما راح سأل عن أبنائهم، إذا كان يعني كتشابه أسماء أو يعني قد يكون لم يحاكم حد هذه اللحظة، والأسباب كثيرة مثل ما قلنا والنتيجة واحدة. القضاء أصدر بيان بخصوص المفقودين أو مصير مجموعة من المفقودين بعد تلقي قوائم وأيضا أخبار بخصوص مفقودين من قبل أيضا أحدى الجهات، قسم بحسب البيان بأنه قسم من الأشخاص الواردة أسماءهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حين، والقسم الآخر أيضا ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى الجهات القضائية بأنه تم توقيفهم في محافظة بابل، وأيضا حيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة، وأيضا قسم منهم توفي في إحدى المستشفيات، وأيضا أحد القسم منهم من ضمن القوائم تم الحكم عليه من قبل محكمة الجنايات، قسم من المتهمين أيضا قد صدرت بحقهم مذكرات قبض تحت عنوان أو وفق قانون مكافحة الإرهاب، والقسم أيضا تم تسجيل أخبار لدى محاكم التحقيق بفقدانهم ضمن مفقودي قرية الشيحة وناحية السقلاوية، وأيضا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد العناصر والتنظيم الإرهابي. عندنا اتصال محمد من بغداد. مساء الخير محمد. مساء النور. تحياتنا لك. هلا بيك. بلا زحمة بالنسبة لمقتدى الصدر يعني طيب وراء هذا 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 مو محور حلقتنا محمد، هذا مو محور حلقتنا. موضوع أدرس نوصل موضوع حلقتكم. طيب بالنسبة لدول اللي اختفوا يعني ترى هم اللي الميليشيات هم اللي أخذوهم وهم اللي يجوز تقدر يمكن قتلوهم. طيب قتلوهم لو خبروهم عندك سرية. عندك يعني مفقود نفس النظام السابق نفس المعاملة ومقتدى نعم. الصدر يعني يطلع يصرح ما يطلع يطلع دول اللي شغلوهم. طيب محمد انت عندك مفقود او معتقل او مختفي او ما عندي لا مفقود ما عندك. ولا معتقل بس صحيح يعني محروق قلبي على دولي. نعم نعم محمد، نتمنى بان توصل رسالتك، تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك، ونتمنى من متابعينا الكرام إذا كان اللي يتابعونا على البث المباشر بتعليقاتهم بردودهم الالتزام بمحور الحلقة، وأيضا من خلال اللي الرسالة أيضا اللي يشاركونا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا للمدونين أو اللي مستمرين بإرسال رسائلهم وتعليقاتهم على صفحة البرنامج. مصطفى من الفلوجة، مساء الخير مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. أخويا جماعة استقلالية ذولا. نعم. ما حد جاي داعيهم. طيب. إيه. شنو عن سالفتهم ذولا؟ طيب. مصطفى. لا. لا أكو أحزاب، لا أكو شيء يعني داعيهم، جماعة محمد ركان المفروض هو داعيهم. طيب. مصطفى. تسمعني مصطفى؟ نعم أخويا. مصطفى. يعني هذا واجب الكل، واجب نحن كسلطة نعم. رابعة، واجب البرلمان، واجب النائبين عن محافظة الأنبار، واجب الحكومة نعم. المحلية، واجب نحن أيضا كمواطنين وكعراقيين بالضغط نعم. على الجهات المعنية في كشف مصيرهم أو بالتحقيق أو بالبحث عنهم بأي جهة كانت، ولكن نعم. يعني أنا ما نقعد نلقي اللوم على جهة ونترك يعني خصوصا بأنه هذا الملف معلق صار لسنوات. نعم هو صار سنوات. كم شخص نعم. مفقود عندك؟ جماعة الرزازة مشكلة لمن جماعة الرزازة يعني آلاف مؤلفة نعم يعني أقربائنا عشرة رحم زين جيراننا هو ولده ثلاثة سواق التريلات كانوا زين على طريق على الحدود العراقية الأردنية اشتغلوا. طيب
انفقدوا داخل الانبار؟ نعم الانبار القرمة. بالانبار القرمة، زين. قدمت بلاغ؟ راجعت المؤسسات الامنية المعنية والقيادات المعنية بهذا الموضوع؟ راجعنا نعم. كل الدوائر بلغنا كل الجهات زين المعنية، ما كان اي اثر لهم، ما حد يعرف. ناس يقول جرف الصخر، ناس يقول الدوائر، ما حد يعرف. اي طيب، خلينا بحن في مطار مثلنا، مطار بغداد والجرام الانبار، يقول ماكو جهاز ما عندنا. مستمرين حد هذه اللحظة بالبحث؟ لو توقفتوا أو فقدتوا الأمل؟ مستمر لحد هذه المرة في البحث، لما أقف بعد يعني. بعد بيان اللي صدر من القضاء حول نعم. يعني الكشف يعني بعض النقاط عن الأسماء المتهمين أو أسماء الموقوفين أو أسماء المتوفين، يعني جار البحث عنهم والتحري عنهم، إذا كان صلاح الدين، إذا كان الأنبار، إذا كانت ما يخص السقلاوية وبعض المناطق الأخرى في محافظة الأنبار. نعم. تعتقد بأنه أكو أمل بكشف مصير أبنائكم؟ والله ما في لحد أي أمل، ماكو يعني. نعم. عمر واحد من أقربانة. نعم. 15 سنة وخذوا. 15 سنة. نعم 15 سنة بعد الطفل يعني، ما رحت 15 سنة. بأي تاريخ؟ تاريخ 2016. 2016. نعم. طيب. 2016 هذا الجماعة 2015 على طريق الرزازة سواقة الآلات على حدود الأراغيل الأردنية، كانوا في سواق وقاموا المجازين لهم وأخذهم. طيب منو أخذهم؟ ما حد يعرف. جهة مجهولة. جهة مجهولة في سيطرة الرزازة. نعم. طيب لحد هاي اللحظة أكو تجاوب من قبل المحاكم، من قبل القضاء، من قبل القيادات، من قبل الحكومة المحلية بأنه هي مستمرة بالبحث، مستمرة بالتحقيقات؟ لو أغلق ملفكم، أغلق هذا الملف، ملف مفقودي محافظة الأنبار. نعم مفقودي محافظة الأنبار لحد الجهات تراجع، بس ما حد يعرف أين مصيرهم. نعم. تحياتنا لك مصطفى، ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. حسين من كربلاء، مساء الخير. شلونك قلبي؟ تحياتنا لك. هاي المجاهدة اللي كفوا قناة الشرقية أخي، يعني هسه ما يصير هيك. إحنا بلو دولة نقول، لو إحنا بغابة يعني ما يصير واحد يغصبونه ويأخذونه. هم المشكلة داعش إجا ودخلوا، هم ما لهم علاقة يعني. أكو بعض لهم علاقة بس مو الجميع. ما يصير يعني هوليك تحطونه بالسجن نسوان. طيب ما يصير يعني، احنا بغاضب بسر دعره. الملف شائك حسين. يعني اليوم احنا ما نقدر بانه انا اتهم او تتحدث او تشير اصابع الاتهام لجهة، في حين في ذلك الوقت اذا كان في محافظات الجنوب، اذا كان في مناطق الوسط او الشمال، يعني قيادات امنية متعددة، فصائل متعددة، تنظيمات ارهابية ما شاء الله خير من الله. فبالتالي يعني اليوم المواطن اللي عنده أحد أفراد عائلته مفقود ما يعرف إلى وين يتجه، ما يعرف شنو يجي. هسه مثلا مصطفى يقول لك على الطريق وأخذته مجامع مسلح، ما نعرفه هي من هاي، ولا القيادات الأمنية تعرفها. فبالتالي التحقيق مستمر بحسب ما البيان الصادر، أيضا الأهالي مستمرين بالبحث عن أبنائهم. برأيك متى يغلق هذا الملف ومتى يعاقب مرتكب الجريمة؟ نعم يعني هسه قبل شهرين دخلت للطيفيه، يعني قلبه مكسور عليهم. نعم. يعني شفت الخيل ناقصينها وقاعدين، يعني ليش ما يرجعون جرف الصخر؟ يعني منطقتهم ليش ما يرجعون؟ هم مو حرموا هذا الشرب. نعم. يعني قاعدين وناصبين خيمهم وكاتلهم والجوع وما عندهم لقمه تاكل، الله شاهد. نعم. عندهم خبزات يبيعون يا استاذ للدول اللي يجون يشترون من عندهم، يعني ما عندهم اهل كيفهم، شنو مصيرهم؟ بس اردفتين، ليش ما ترجعونهم؟ ليش؟ شنو السبب؟ يمكن من دوله. طيب نعم حسين، تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. وصلنا رسالتنا وتحدثنا هواية وناقشنا أعضاء مجالس محافظات ورئيس مجلس محافظة بابل، والكل يجهل السبب بسبب عودتهم لحد هذه اللحظة. ودائما الأعذار تكون أما المنطقة غير مؤمنة أو غير مهيئة لعودتها لجرف النصر أو جرف الصخر. وما بين هذه التسميتين عوائل ضائعة، عوائل مهمشة، عوائل مظلومة، أو عوائل تعيش الفقر والعوز. لحد هذه اللحظة أيضا يعني خصوصا بالتظاهرات الأخيرة ودنسمع بهاشتاقات
وأيضا عن ناشطين ومدونين وكان لهم وقفة وكان لهم تواجد وحضور في تظاهرات تشرين. حاليا أيضا يعني مفقودين أو معتقلين يطالبون بكشف مصيرهم يطالبون أيضا بإطلاق سراحهم. فبالتالي هذا الملف من وجهة نظر المواطنين والعراقيين بأنه ما دام هناك حقوق مسلوبة، ما دام هناك تظاهرات مستمرة، وما دام هناك أيضا يعني الشارع العراقي مستمر بغياب الثقة والمصداقية ما بين الحكومة ما بين الشعب، يقول لك بأنه هذا الملف راح يظل مفتوح ولا يغلق. عدنان من بغداد، مساء الخير. ألو. تحياتنا لك عدنان. ألو. عدنان السلام عليكم. الهواء مباشرة والهواء لك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. من 2006 من شارع متنبي أخذوا 14 واحد. نعم. من ضمنهم أخوي كان يشتغل مكتبة الباقر. نعم. نعم. شارع المتنبي أخذوهم فيها مجهولة ما نعرف شنو. راجعت أنا بكتا مركز الشرطة. النقيب قال أنا جيت لقيت قوات سوات ما يسمونهم جاوا لابسين ملابس يعني غير طبيعية. طيب. حتى أنا ما قدرت أحكيهم أخذوهم وطلعوا. شلون سوات وشلون ملابس غير طبيعية؟ رادوا يرمونا هم هذول الفعل بالسيارة أخذوا 14 واحد. نعم. خلينا ورجعنا بعد ما عرفنا وين اتشوا. دورنا عليه رحنا للمنصورها مع حقوق الإنسان رحنا في كل مكان ما لقينا أي أثر إليه. بعدين طلعوا جماعة من عندهم اثنين طلعوا من عندهم ما ثلاثة رحنا لهم واجهناهم قال والله ذبونا بمكان وشدوا عيوننا ما نعرف واحد عن واحد وين صار ما أدري. إحنا بعدين ما شلون توصلوا طلعنا وطلعونا. زين. فدي حد الآن ما مصيره وين صار ما نعرف. طيب تم الإفراج عن عدد من عندهم؟ نعم. تم الإفراج عن ال 14 شخص؟ لا لا ماكو بس دول فين ثلاثة ستة باصات ما بكيت توسط لهم ما أدري بين دول خوالهم البعامر ما أدري شلون بكيت توسط لهم طلعوا وبقوا دول الباقيين وخير ندور يسرى يمنا معكم يعني حتى هذا الملف عن الداخلية واحد قال يا أبو موجود بالداخلية نعم واحد طلب من عندنا دفتر واحد طلب عندنا مشوان وكل شيء ماكو أي نتيجة ماكو. زين حتى هذا الملف لازم عندك واسطة ولازم عندك فلوس ولازم عندك ظهر طبعا إذا عرف شغلة ما استحنا شنو إذا مو واسطة إذا مو عرف ما تعمل الشغلة. طيب إذا عندك إيش قد تحتاج إيش قد تحتاج فلوس يا ريت يطلب منك فلوس يجيب لك نتيجة المشكلة يطلب منك يا بطيل نتيجة لا تجيب فلوس وبعدين هسه افتهمنا بالله التعيين دفتر نص المفقود أو السجين إيش قد يحتاج لمبلغ حتى تفرج عنه إذا كان بريء أساسا أنا أريد نتيجة وين صار مصيره وين مفروض إذا عنده شيء يكتلونه يجيبوه لنا غير يجيبوا جثة ما يكتلونه يقول يا موجود بالسجن ما يعني عن شنو مصيره ما نعرف. طيب واحد يقول جماعة هذول راجعين شخصية معينة مقربة عماد منه واحد يقول راجعين طيب. ما أدري من ما عرفنا المراجعين حق الرد مكفول. تذكرت بأنه زي سوات قوات سوات جت اعتقلتهم راجعتوا قياداتهم أو مقراتهم شنو كان ردهم شنو ما حد يعرف ذولا طلعوا يقول شادين عيونه وجابونا وين ذبونا على القناة. نعم. وبقتها كان ممنوع التجول للتسعة من الليل. نعم. يقول ذبونا على القناة بحفرة اكو جسر كان مال مقابل حي البنوق يسوون بيه كان جسر بوقتها. نعم. يقول ذبونا بالحفرة وشدوا عيوننا قال راح نحسب 1% اذا واحد منكم طلع نرميه. يقول ظلينا نحسب احنا 1-2 وصلنا ل 100 قمنا فتحنا عيوننا ما لقينا احد طلعنا احنا ركضنا على العالم هاي منا ومنا النازلين قلنا لهم يا بس احنا ذبونا هنا ما نعرف مصيرنا شنو. نعم. ذول اللي فون العالم هم لما خبروا عنا لما لقونا عنا خذونا ذول اللي طلعوا. تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. حسين او حسن من صلاح الدين مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ شلون حالك؟ تحياتنا لك. حبيبي. نعم حسن. عندنا شباب 45 واحد. نعم. يوم 3/12/2016. نعم. راحوا دورة مع الحشد. زين. كلهم مجموعة واحدة. ضحكوا عليهم قالوا ناخذكم دورة للمعدم القيارة اللي هي بالموصل بعد ما القوة الجوية. يعني راحوا هم كمتطوعين.
متطوعين على الحشيد، متطوعين على الحشيد، مستمسكاتهم كاملة وشغلاتهم أخذوه وياهم. نعم. ولحد الآن راحوا واختفوا. نعم. ولحد الآن هم نفس الأخ اللي كان يخابر، واحد أخذ من عندنا 90 ورقة، وراء بثلاثة شهور واحد أخذ من عندنا 45 ورقة زيادة. على أساس تاعي يلقيهم ويجيبهم. طيب حسن، حسن نعم، أنتم من تطون الفلوس تقدمون شكوى بالنيابة جهاد تساوم أستاذ، أنت تشتكي، تشتكي على من؟ تشتكي على ميليشيات حبيبي. طيب ما نقدر نشتكي على أحد، ما تقدر تشتكي، احنا ما نقدر، احنا نروح على ناس واصلين بالحشود بالهذه يقول لك ايه ما يخالف، عندي جماعه اعطيني فلوس تاجيب لك اياهم. احنا بالبدايه طيب. اللي يروح ابن استاذ ينطي كل شيء، ينطي بيته، ينطي اي شيء، بس عرضه ما ينطي. طيب حسن نعم، دفعت فلوس؟ احنا دفعنا استاذ نعم، دفعت دفعت 45 ورقه. ايش قد الاجمالي كله؟ الاجمالي 135 ورقه. 135 ورقه، والنتيجه؟ نتيجة كل شيء ماكو، نصابين نصبوا علينا وشلبوا علينا وراحت فلوسنا. هسه احنا مو مشكلة هاي، احنا سوينا دعاوي بالمحاكم بالمكافحات. طيب. مشينا دعاوي وامور وناشدنا استاذ ابو يزين مشان الجبوري. طيب. وناشدنا ابو مازين. طيب. وناشدنا دكتور قتيبة، ما خلينا احد، ما حد يعني ماكو باب ما طرقتوا، لا نواب لا حكومة محلية لا البرلمان. استاذ انت من يجيك النائب قبل الانتخابات يقول لك ايه تفضل شو تريد يدوالك، نقول له احنا نريد ولدنا ننتخبك لو تكون كي ولي حيشاك. طيب نريد ولادنا راحوا وهم يدرون، هسه هم قاموا يناشدون استاذ. نعم. ها الطامة، الطامة الكبرى عوف هاي الشغلة. ها نعم، المشكلة الكبيرة انه نساء ولادنا قامت تروح لها، قاموا أهلها يأخذونها يزوجونها، وعد أطفال، إذا طفل وحدة إذا طفلين. نعم. يعني مشكلة، مشكلة كبيرة أستاذ، مو مش مشكلة مو قليلة هذه، مو هينة. ما كرد الحد هاي اللحظة، ما تعرفون بذمة من؟ ما نعرف، هي ميليشيات أنت. نعم. هي كانت الميليشيات تحكم ولا حد الميليشيات تحكم. نتمنى بأن توصل رسالتك أخ حسن من صلاح الدين، تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك، لأنه كم ألف عائلة انهدمت، دمر مستقبلها، مستقبل أولادهم، بآلاف مؤلفة من المفقودين من المغيبين باستغلال بعض الجهات لهذا الملف لمصالح انتخابية مثل ما ذكر أخ حسن، أيضا بمبالغ مالية. فبالتالي يعني نتمنى من الحكومات المحلية، من النواب الممثلين عن المحافظات، ومن الجهات القضائية أيضا اللي أصدرت بيان بأنه البحث والتحري مستمر عنهم في المراكز، في السجون، في أي جهة كانت، في سبيل كشف مصيرهم. ونتمنى أيضا بكشف مصير أبنائكم، نتمنى لهم السلامة أيضا والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن إذا كانوا لدى الجهات الحكومية وليس لدى جهات خارجة عن القانون. عندنا اتصال آخر، عقيل من كركوك، مساء الخير. مساء النور استاذ العزيز، تحياتنا لك. السلام على الشرقية وعلى جميع أستاذ الشرقية. نعم. بخصوص الموضوع استاذ العزيز، موضوع التظاهرات. نعم. أتصور الكل يعرف يعني نهاية التسعينات أكو فتح حادثة صارت في فلسطين، هو محمد الدرة. طيب. اللي ظاهر في سبيل بلده وفي سبيل أرضه وعرضه، تواجه بالرصاص وكل العالم العربي شاهد هذا الموضوع. نعم. فلما انقتل ابنه يمكن قامت الدنيا ولم تقعد، وطبعا هذا حق اي انسان عربي انه يحتج ويستنكر. طيب. هذا الموضوع احنا راحت عندنا بالمئات القتل، الشهداء، الشهداء اللي ان شاء الله مثواهم الجنه. نعم. عدا الناس الباقيه اللي هم جرحى من طبعا من الجهات الامنيه ومن المتظاهرين. اللي اعرفه والجميع عرف انه الجهات الامنيه هي تابعه للشعب، يعني اخويا او ابن عمي او ابن خالي او يعني من ضمن المجتمع المدني اللي هو العراقي. زين هذا اللي ده يجي وده يعتدي على المتظاهرين باطلاق نار حي. طبعا نبصم ونقر على انه هذا الشخص مو عراقي. نعم. يعني لو عراقي ما يسدد طوهة السلاح على اخوه او طيب. على ابن عمه او ابن خاله. طبعا الحكومة تحقيق سريع وصريح وللرأي العام. نعم. انه هاي القتلة منهم ومن جهات. طيب. عمهم، وان شاء الله هو الشعب العراقي ذكي ويعرف يعني. الساعات القليلة راح تكشف لنا من خلال لجنة التحقيقات المعنية بهذا الملف، وراح يتم
الكشف عن من قام بالاعتداء والضرب بقنص المتظاهرين، ونتمنى بأن يكون يعني النتيجة بما يرضي إيجابية وما يرضي الشارع العراقي، ومعرفة ومحاسبة المقصرين ومرتكبي الجريمة. ولكن أيضا يعني اليوم إذا تسمح لي عندنا هم أيضا يعني خلال التظاهرات مفقودين كناشطين كمدونين، الملاحقة مستمرة، يعني يوم عن يوم نسمع عن شخص أو نقرأ عن شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو توصلنا صورة بأن هذا الشخص مختفي من يوم 8 بالشهر، مختفي من يوم 7، مختفي من يوم 6، ولحد هذه اللحظة مدى يعرفون مصيره. تعتقد هي محاولة هذه الآلية المتبعة باعتقال أو بإخفاء أو بخطف هي محاولة لإسكات الشارع، لإضعاف الشارع، لإسكات صوت المواطن أو لتكميم الأفواه إذا كان في الأنبار، في صلاح الدين، في بغداد، في البصرة، في أي محافظة عراقية كانت، تعتبر أداة ناجحة؟ طبعا شكرا أستاذ عزيز، موضوعك وسؤالك جدا مهم. هو أنا أشوف هذا الإجراء إجراء خاطئ 100%. نعم. عكسا يعني أنا أشوفها أنه هي علاقة عكسية، انه اللي يختطف او اللي يختفي هذا مو هو يريد يضعف الشارع، لا بالعكس الشارع راح ينتفض اكثر. نعم. لان الحكومه هي المفروض تكون مسؤوله عن الامن الداخلي، اذا هي ما قادره تاخذ هذه المسؤوليه خلي يقدمون استقالتهم. نعم. يطلعون. يا اخي هواي اكو ناس تخدم هذا البلد وناس هم على سلك الامني وعلى هم اللي يقدرون يحافظون على البلاد من الناحيه. نعم. الداخليه ومن الخارجيه، هم إذا غير قادرين خلي يقدمون استقالتهم. طيب. يا أخي مو عيب يعني، مو عيب وزراء يقدمون استقالتهم، يعني ما أقدر يعني مو ضمن إمكانيتي. نعم. مو عيب يا أخي. طيب. فأتمنى أن أتمنى صوتنا يوصل، وكافي يعني كافي، ترى الشعب مل، الشعب وصل الحالة دي أنه وصلت يعني الحالة أنه إحنا نريد هذا العراق نطلع من عنده، نريد وطن يا أخي، يعني البشر ده يريد وطن، إحنا ما رايدين يا أخي، إحنا نريد وطن. إن شاء الله بوجودكم ومثابرتكم ووقوفكم وثباتكم والبحث عن وطن، البحث عن حقوق مسلوبة، إن شاء الله نعيد هذا الوطن وفق تطلعات وما يطمح له الشاب والشعب بصورة عامة. تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك. مصطفى من صلاح الدين، مساء الخير مصطفى. لك أستاذ العزيز تحياتنا لك، شلونك أخوي؟ تحياتنا لك مصطفى. قل لك أخويا عدي مفقود أخويا هو. نعم. صار له من 3/11/2014، صار له 6 سنين. نعم. وما نعرف كل شيء عنه. نعم مصطفى، 6 سنوات؟ صار له 6 سنوات. وين انفقد؟ بسامرة. بسامرة. هو يداوم منتسب بالجيش العراقي. زين. ما تعرفون لأي جهة، إذا كان تنظيم إرهابي، إذا كان خلاف مع جهة معينة؟ أستاذ والله عرفنا يعني الحشد. زين. سيارات سود هي ما تحشد. طيب راجعتوا هيئة الحشد؟ راجعنا ما خلانا أي شيء، ما رحنا كل شيء، ما ينطفنا قبل أي خبر عنه. قبل 6 سنوات؟ أي صار له 6 سنوات مفقود. نعم. يعني كل شيء ما نعرف عنه. هو وسيارته يعني بعام 2013 3/11/2014 صار له 6 سنين. 2014. نعم. اي نعم. راجعتوا هيئة الحشد؟ اذا انت تقول يعني تم اعتقاله من قبل الحشد، راجعتوا هيئة الحشد لو ما راجعتوا؟ استاذ اي راجعنا، ما خلاص الدوار ما خلص اي خبر ما عندنا. نعم. اي الباي بأي قيادة كان يعمل؟ يعني شرطة، دفاع؟ لا بالدفاع. هو بالدفاع راجعتوا قيادته المكان العمل؟ اي راجعنا راجعنا. زين ما طالبوا وما كشفوا عنه او ما بحثوا عنه كونه يعني منتسب عندهم احد عناصرهم؟ طالبوا فيه وحتى اعطانا فلوس وماكو اي اخبار عنه. زين راجعت القضاء، قدمت دعوة؟ اي كلها راجعناها. نعم. وماكو اي رد؟ اي ماكو استاذ. نعم. تحياتنا لك مصطفى ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال اخر من بغداد. جاسم مساء الخير. جاسم من بغداد. تحياتنا لك. بلى زحمة هاي المشاكل ترى كلها تنحل
باسقاط العمليه السياسيه وهي الانقلاب ضد هاي الحكومه يوم الجمعه 25. قلت الحل هاي مال المفقودين ومال هاي اخذهم من حد يقتل امه واحتفظهم هناك. طيب تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك. من خلال الاتصالات يعني نوه، من خلال ايضا التعليقات، نرفض اي تجاوز او تقليل من اي جهه كانت، نحترم راي المتصل الاخر. لك حريه الراي والتعبير بشفافيه بكل حريه، ولكن بدون التجاوز. نشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال اخر، مصطفى من دياله، مساء الخير. مساء العزيز، تحياتنا لك. استاذ العزيز بدو اروح لك، انا هاي صار لي 4 سنوات على شغل الدهس، دهس على السريع مال محمد القاسم. نعم. يعني دهس التيل، وهذا التيل حق العام ماله يكون من 5 سنوات على شنو؟ نعم. اكو غرامه ماليه يتخليني ادفع غرامه. زين. هذا شوف السجون والله مختفي. زين. بالقران كل 2 ينامون على دوشقي، واحنا نطالب انه من خلال قناتكم المتظاهرات يطالبوننا بحق قانون العفو العام. طيب انت حضرتك من داخل السجن تتحدث لو تم الافراج عنك، لو بعدك بالقضيه؟ لا والله من داخل السجن اتحدث وياكم، محكوم 5 سنوات. من يا سجن؟ من سجن العداله. زين، شلون حصلت على تليفون؟ تليفون مسموح لنا اذا نطبق بس باليوم ساعه واحده نطب لك. زين. لك حق بانه تتصل ساعه واحده باليوم لو مقابل مبلغ مادي. مقابل مبلغ والله نص ساعه 50,000. طيب كل هذا لين دهس التيل انحكمت 5 سنوات؟ اي والله دهس التيل والحق العام يحكمني 5 سنوات. ليش مو ظلم هذا؟ واكو غرامه ماليه؟ تقبل الغرامه الماليه، تقبل بكفاله وحالوني موقوف لا تقبلوا الغرامه، والاف مؤلفه مثل قضيتي. ايش قال عددكم مثل قضيتك؟ والله لا تعد ولا تحصى. طيب الاف مؤلفه. طيب شنو الرساله اللي تحب توصلها؟ والله من داخل سجن العداله، من خلال قناتكم، من خلال قناتكم المقره، نطالب اخواننا المتظاهرين يطالبونا بقانون العفو، لان احنا مو شغله جرائم كبار والله. نعم. شغلاتنا كلش بسيطه، واحنا نطالب من اهل الغيره المتظاهرين يطالبونا بقانون العفو. نعم. تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. ناخذ اتصال اخر. احمد من بابل، مساء الخير. احمد مساء الخير. مساء الخير اخي، تحياتنا لك. الله يحفظك. يحفظ الجميع ان شاء الله. يعني شكوى صغيره هي ولا مو موضوعنا. تفضل، بس اذا امكنت نصيري صوت التلفزيون وتسمعني عن طريق الهاتف. ماشي يا اخي العزيز. ماشي. نعم احمد. اخي انا يعني سابقا بشرطه بابل. نعم. عندي خدمه من 1996. نعم. سقط النظام مباشرة، التحقنا إلى دوائرنا أدام قسم الآليات مديرية نجدة فضالي. نعم. كان أكو في وقت تعرف ماكو حكومة بالوقت الحاضر، سلمنا سياراتنا، سلمنا اللي عندنا، سلمنا اللي كل شيء عندنا، ونزلنا مجازين يعني. طيب. الحياة الطبيعية والشكل يعني شكو شيء بذمتك سلمته؟ نعم أنا سلاحي سلمته، والسيارات 2 بذمتي لأن أنا براد. طيب. آلي سلمت الضابط الآليات سيارتين اللي هي بيكر نيسان موديل 88 لحد الان ارقامهم عندي. طيب. وفاو 2 طن موديل 2001 اتصور هي 2001. نعم. سلمتهم بكتاب رسمي، ورا ما اجى الكتاب الرسمي سلمت للمحافظه، ورا ما سلمت كتاب المحافظه اجى كتاب استغناء عن خدماتي. بيا تاريخ؟ التاريخ 2003 بشهر الرابع. شهر السابع. نعم. اجى استغناء عن خدماتي بسبب غياب، وانا ما غايب، انا مجاز يم اهلي جاي محافظ بابل اللي هو اسكندر وتويت، وبقياده كان عندنا قائد الشرطه اللي هو كاظم ملوح، استغنى عن خدماتي بسبب غياب، وانا ما غايب، مجاز يم اهلي وكتاب رسمي عندي. نعم. من قسم الاليات، من ضابط الاليات. طيب. انا اداوم به، انا ما غايب وعنصر جيد وملتزم ومسلم كل اللي بعهد. زين.
وراها ما خليت باب ما دقيته. خليني اشرح لك الوضعيه ولو الله يخليك. اذا امكن اذا امكن بصوره سريعه احمد. نعم. سلمت اللي عندك اللي هو وراها رحت قابلت حتى وزير نعم. وكيل وزير الداخليه نعم. اللي هو عدنان الاسدي. طيب. وراء قال لي روح يجي كتابي عادتك الى قياده الشرطه بابل نعم. ولحد الان ما خليت باب ما دقيت. ارجع اعرف شنو اللي سويته انا سويت شيء غلط؟ يعني اخذت كتاب من الوزير وماكو احد نفذ الامر او هذا الكتاب وفق ما منصوص بهذا الكتاب ما عادوك؟ ما تم اعادتك؟ قابلت عدنان الاسدي شخصيا وحمايه ترى كتلوني بالشارع قسما بذات الله. نعم والحد هذا عادني ولا وعندي خدمه عندي نعم. خدمه 1996 15/8 لبست بالشرطه العراقيه نايب عريف وطلعت رئيس عرفه ولحد الان لا حقوق ولا حد دق بابي نعم. ولا حد قال لي ايش فيك بابي. طيب نتمنى بين توصل رسالتك. قائد شرطه بابل نعم. دقيت بابه وزير الداخليه دقيت بابه قاسم الاعرجي رايح لان ما يقارب 6 مقابلات وما صارت اشاره. عدنان الاسدي واصل له من كان وكيل وزير الداخليه نعم. وقال له روح يجي كتابك وراك الشرطه. نتمنى بان توصل رسالتك الى السيد وزير الداخليه الى الجهات المعنيه بانصافك لان تم فصلك وانهاء خدماتك بغير حق. نشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى بان يكون هناك رد ايضا يعني والاهتمام بقضيه المنتسبين المفصولين ظلما او لاسباب يعني يجهلها البعض. تحياتنا لك ونعتذر منك لضيق الوقت. عندنا اتصال من بغداد. محمد مساء الخير. اهلا وسهلا السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ تحياتنا لك. الأحوال. الله يخليك حبيبي. يعني بالنسبه لي رجال كبير يعني مو صغير. الله يعطيك الصحة والعافية. عمري 65 سنة العام طلعنا هم مظاهرة وانضربت نعم. وهسه أنا الغازي المسيل للدموع شوية سوى عندي الشرايين مالتي وصدري كلش مو تمام وهسه هم طلعت هسه بهاي الجمعة بس ما بقيت للعصر لأنه الناس قالوا هسه وراها بالأخير طلعت أسامي 157 اسم نعم. عليهم أمر القبض من ضمنهم أخويا دكتور وأستاذ بالجامعة وعلى حسب الأصول. زين هاي القوائم اللي طلعت هل احنا دوله بداخل دوله بداخل دوله؟ زين ما نعرف يعني هالقوائم اللي تطلع بالاساتذه اساتذه ودكاتره وناس علمانيين وناس مثقفين وناس لهم طريقهم بالحياه منو يصدرها؟ طيب. لا رئيس لا الداخليه تقول احنا ولا البر. زين هل انه احنا دولة اخرى من الخارج المريد نسميه نعم. من خارج المكانات الاخرى يتتحكم وهي اللي تعطي بكيف يعني الامور زين. ما اعرف وين شفت هاي القوائم منو اللي نشرها؟ القوائم موجودة استاذ وحتى دزيت لكم رسالة عليها دزيت لكم رسالة من تليفوني لانه ذاك الاسبوع ردت احصلكم ما حصلت. زين رسالة على اي رقم؟ والله على الرقمين ذني على الرقم. لا اخ محمد الارقام الارقام هاي الاثنين هاي تستقبل بس اتصالات الجهاز ما يستقبل رسائل بس اتصالات لعد ما اعرف فبالتالي ما وصلت لنا. اذا بدي اشوف الرقم الظاهر هذا حاليا اللي بوحده هذا الرقم اللي بوحده تقدر بانه ترسل لنا هذا تطبيق التليجرام تقدر بانه تنزله بتليفونك وتتواصل ويانا على هذا الرقم او على الفيسبوك صفحه اغلبيه صامته او على التويتر ايضا صفحه اغلبيه صامته فتقدر باكثر من وسيله بانه تتواصل ويانا ارسل لنا الاسماء يعني اليوم يعني للاسف وصلنا الى مرحله بانه حتى اذا تعبر عن رايك عبر مواقع التواصل الاجتماعي انت تتعرض للتهديد الى الملاحقه الى المساءله القانونيه. نعم عفوا حتى تليفوني هذا اللي احكي بيه وياك بتسجيل مع المظاهرة يوم الجمعة الناس يجوي مجموعات نعم. شباب قالوا عمو انت امسحها لانه انا مسجل تصوير واحد طلع برا يعني بالمظاهرات شاب صغير نعم قد ابني دي يصيح ايران برا مزين. بغداد حرة جو اثنين لزموه بالمظاهرة جو يقولوا له انت شلون تحكي ايران انا نزلت عليهم ومسجلت قلت لهم لا هيك منكم ومن ايران، انتم طيب. شنو ما تقولوا لي يعني الى متى احنا نبقى امورنا بغير واحد على كل نعم نتمنى لك الصحه والسلامه اخ محمد ونشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى بانه تتواصل ويانا اذا كان عبر تليجرام او عبر الفيس
بوكس صفحه اغلبيه صامي. تو نوه ايضا بانه الارقام الظاهره اسفل الشاشه، الارقام الاثنين اللي امامكم ما تستقبل الرسائل، فقط الاتصالات. اكو اكثر من وسيله الاتصال فقط بدون رسائل على الرقمين الظاهره اسفل الشاشه، وايضا بالتواصل عبر التليجرام بارسال قصصكم، مشاكلكم، ارائكم، مقترحاتكم، تعليقاتكم عبر التليجرام، ايضا عبر الفيسبوك وعبر أغلبية صامتة، وأيضا عبر تويتر. عندنا اتصال آخر، فارس من نينوى. مساء الخير فارس. فارس نعم، تحياتنا لك أخوي. لا مسألك شلونك شلون صحتك. تحياتنا لك أخ فارس. اخوي انا بالنسبه لي صغير اعمى. نعم. واخذ اذني تاريخ 2/2/2017 11 خلونه. نعم. وخذوني لحد الان ما نعرف صح، هو منتخب حرم والجيش حرمه. زين. حرمه من المستشفى وحاليا يقولون بالمطار. طيب، يعني هو كان موجود اثناء عمليات التحرير داخل نينوى وداخل الموصل؟ اه كان موجود اثناء عمليات التحرير داخل نينوى؟ اي كان موجود بالسجن مال 11 بالمستشفى الجمهوري. زين. بالموصل. طيب. كان مستشفى حماية الإنشاءات. زين. وحرروني يقولون سكنوا يقولون بالمطار. طيب، يعني هم اخذوه من المستشفى؟ حرروني الجيش بالمستشفى. طيب، حتى الصور ماله موجوده. زين، يعني هو كان موجود داخل نينوى اثناء التحرير، جيش حرر المناطق وبعدها اختفى ابنكم، لو نقل لغير مكان، تم التدقيق وياه امنيا، لو ما تعرفون لحد هاي اللحظه هو باي جهه او من الجهه اللي اخذته. أخوي تقدر تغلق الصورة عم؟ نعم الصورة ما لك إياها؟ إذا تقدر أرسل لي إياها، أرسل لي المعلومات إذا في الوقت الحالي، يعني ما تبقى من الدقائق القليلة حتى نقدر نقرأ رسالتك، لأن مدى أفتهم القصة أو صوتك بصورة واضحة. ونعتذر منك ونشكر مشاركتك واتصالك أيضا. يعني على الرسائل اللي وصلت لنا قبل قليل بيقول يقول أنا خارج العراق، لا يمكن اتصال هاتي فقط من خلال الانترنت. تقدر بأنه تبعث لنا رسالة، تقدر بأنه تنقل رأيك من خلال رسائل التليجرام إذا تتابعني حاليا، ونقرأها من خلال أيضا التليجرام أو من خلال الفيسبوك. عندنا اتصال آخر، ياسر من النجف. مساء الخير ياسر. مساء النور، شلونك؟ تحياتنا لك. الله يحبك، الله يسلمك. ما أعرف أنا موضوع البرنامج شنو حتى أشوف. طيب. الموضوع اللي اريد اطرحه ملائم. طيب. او شيء حتى ما اخذ من وقتك. محور حلقتنا لهذا اليوم بعد مرور سنوات على فقدانهم، مغيبو العراق بذمه من؟ ولي انا عندي موضوع مختلف متعلق بالداخليه وشيء اقدر اطرحه له. طيب، اذا يعني كان بصوره سريعه اخ. بلي انا بال 2015 تعرضت عمليه سلطه مسلحه ببيتي. نعم، بالنجف. وبعد بالنجف. نعم. محافظه النجف. نعم. فبعد فتره اشتكيت، تعرفت على الاصابه وطرحت اسمائهم، خل اختصر لك اياها. اكو ضباط مشتركين بالقضيه. زين، تم محاسبه الضباط؟ اربع ضباط محافظه النجف. اربع ضباط من محافظه النجف اشتكيت عليهم. نعم. بالنجف سيست القضيه لان تابعين الاحزاب، خلينا نحكيها بصراحه. اشتكيت. طيب. بمكتب الوزير من 2016 لسه مجلس التحقيق ما محسوم. تهديدات، ابتزاز، دعاوي كيديه. زين، هاي شلون نقدر نسوي لها حل يعني؟ زين. هم من يدعون المواطن يقولوا له تعال انت من تتعرض لحالات فساد، تعال اشتكي، قدم شكوى، التحقق ما يروح. نعم. انا من اليوم اجي اقدم شكوى اشتكي، يظل اربع سنين الشكوى انا متعرض الابتزاز والدعاوي الكيديه. طيب. هاي الاربع سنين 100 قضيه تطلع لك، 100 مشكله. رحم الله والديك، يعني هي واضحه، انت من اليوم تروح تشتكي على ضباط. زين. يكون عندك، كنت تتحمل يعني. كنت تتحمل، بس مو اربع سنين يعني.
أربع سنين القضية ما محسومة، قضية ما لحد الآن أربع دعاوي كيدية، أربع دعاوي كيدية. زين هاي حلها شلون يعني؟ نتمنى يعني من الجهات القضائية، نتمنى من وزارة الداخلية ما يخص المنتسبين التابعين لجهات حزبية، إذا كان كضباط وإذا كان منتسب عادي، اليوم اللي يستغل رتبته واللي يستغل العلم واللي يستغل السلطة لمصالح شخصية ولمصلحة أحزاب على حساب المواطن، لا القوات الأمنية ذات نصفة ولا القضاء ذي نصفة، والمواطن ما بين دعاوي وما بين تهديدات ضايع حقه. تحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك، نلتقيكم في حلقة يوم غد وموضوع جديد. في الختام تقبلوا تحياتي، تحيات كادر العمل، إلى اللقاء.